راي ما تتواصلش وما تنجمش تعطينا نتائج وتقعدي ما قصيره المدى. فما شكون جاي اليوم الكتله يحب يفككها هلا عمران؟ لانه حديث كبير الايامات على انه هناك من يسعى الى تفكيك كتل برلمانيه موجود لا لا موجود بطبيعه الحال باغراءات ماليه لأزلي شنو بالضبط؟ ما نتهموش ما نقولوش ما عندناش حوايج ماديه ملموسه اللي باش نقولوا ثم اغراءات ماديه ولا باش ندخلوا في المنطقه نتاع الميركاتو البرلماني بيع وشراء اللي ديما نسمعوا فيه لكن ما ليناش الحقيقه معناه ما فماش حوايج ماديه ظاهره ما ندخلوش في الاطار هذا لكن محاوله التفكيك موجوده موجوده من قبل وقاعده تتواصل لانه اليوم اذا كان ثم كتل بعينها موجوده قاعده تكبر باش تقلق اطراف سياسيه اخرى هذا ما يساعدهاش وتلقى معناها ثم نواب مكلفين بهذه المهمة إنها هي تفكك خاصة إذا كان ثم نية واضحة ومشاورات جدية في إطار التجميع خاصة للقوى الوسطية اللي هي تخوف أطراف بعينها تخوف انها هي تخلق التوازن السياسي وهذا دورنا احنا اليوم كعائله وسطيه ودعينا له حتى في بيان رسمي من الحزب في بيان 26 اوت وبعده حتى في الهيئه السياسيه خرجنا انه احنا سنسعى بكل جهدنا ان نجمع العائله القوى الوسطيه ما يسمى عليها والعائله الوسطيه التقدميه داخل البرلمان اللي هي اليوم مفكه سنسعى بكل جهدنا ان احنا نجمعها في اطار خلق التوازن السياسي اللي اليوم فقدته الساحه السياسيه في البلاد وهي في امس الحاجه ليه احنا مش نكونوا طرف في ذلك احنا لا قلنا باش نقودوا لا باش نكونوا نقاطعه لكن باش نحاولوا ان احنا نكونوا طرف في تقريب وجهات النظر وفي تجميع هذه العائله اللي للاسف اليوم تعيش تفكك. رئاسه الحكومه السابقه الياس الفخفيخ يقاضي يوسف الشاهد بتهمه تبييض الاموال، هذا الخبر اللي خرج لنا. يوسف الشاهد معه مستشار سابق لرئاسه الحكومه، نرجو بعد الفاصل نفهموا اكثر تفاصيل حول الموضوع.